مرحباً أصدقائي الصغار، سنستمتع سوياً بفيديو جديد من قناة ليتل ليرنرلاند. انظروا إلى هذه الخضار والفواكه اللذيذة. أجل، إنها ترقص. سنتعرف سوياً على أسمائها. هل أنتم جاهزون؟ هيا بنا ننطلق. من هذه الفاكهة؟ تبدو شهية. هل تعرفون اسمها؟ هذه تفاحة، لونها أحمر. والآن لنقول سوياً تفاحة، تفاحة. يا سلام، هذه الفاكهة لونها أصفر. لنفكر، من تكون؟ تبدو مضحكة وقوية. إنها موزة. لنكرر، موزة، موزة. كم أحب اللون البنفسجي، إنه جميل. انظروا، هذا عنب، إنه يبتسم لكم. لنقول عنب، عنب، عنب. والآن فاكهة الفراولة، إنها لذيذة جدا، يحبها الكبار والصغار. لونها أحمر جميل. هيا نقول فراولة، فراولة، فراولة. سننتقل الآن لنتعرف على الخضار اللذيذة، ونبدأ بالخيارة. إنها فرحة جدا، لونها أخضر. كرروا معي، خيارة، خيارة. والآن السيد جزرة الغضبان، لماذا برأيكم؟ ربما يبحث عن أصدقائه. هل تحبون اللون البرتقالي؟ لنقول جزرة، جزرة، جزرة. انظروا، البطاطا تغني وترقص، تبدو شهية. أنا أحب البطاطا المقلية، لونها بني. هيا نقول بطاطا، ب ط ط، بطاطا. ها هي الخسة تلوح لنا. مرحبا خسة، لونها أخضر، تبدو طازجة. هيا نكرر معا، خ س خسة. أخيرا أصدقائي الصغار، تذكروا دائما أن الخضار والفاكهة تجعلنا أقوياء. هل أحببتم الفيديو؟ لا تنسوا الاشتراك بقناتي وتفعيل الجرس. إلى اللقاء في مغامرة جديدة.